السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي الطلاب، نكمل معكم شرح مادة رياضيات 4، حصة اليوم من الفصل الثالث الدرس 5، وموضوعه الاحتمالات الحوادث المتنافية وغير المتنافية. في البداية، ما هي الحوادث المتنافية والحوادث غير المتنافية؟ يقال أن الـ A والـ B حادثتان متنافيتان إذا كان لا يوجد بينهما عناصر مشتركة، مثل حادثة ظهور العدد 3 أو العدد 4 عند رمي مكعب الأرقام. لما أرمي مكعب الأرقام، إما يظهر العدد 3 أو يظهر العدد 4، مستحيل يظهر العددين معا. هنا لا توجد عناصر مشتركة بين الحادثتين، فتسمى حوادث متنافية. الحوادث غير المتنافية، يقال أن الـ A والـ B حادثتان غير متنافيتان إذا كان يوجد بينهما عناصر مشتركة، مثل احتمال ظهور عدد زوجي، يبقى 2 أو 4 أو 6، وحادثة احتمال ظهور عدد أكبر من 2، يبقى 3 4 5 6. هنا في عناصر مشتركة بين الحادثتين اللي هما 4 و6، فتسمى حوادث غير متنافية. يبقى الحوادث المتنافية لا يوجد بينها عناصر مشتركة، الحوادث غير المتنافية بينها عناصر مشتركة. نشوف مثال، مثال صفحة 146، حدد ما إذا كانت الحادثتان متنافيتان أم غير متنافيتان. رمي مكعبين مرة واحدة للحصول على عددين متساويين، يعني 1 و1، 2 و2، 3 و3، 6 و6، 5 و5، دي الحادثة الأولى، أو عددين مجموعهما 8، دي الحادثة الثانية، عددين مجموعهما 8 زي 6 و2 أو 2 و6. هنا يا شباب بنلاحظ إن 4 و4 دول عددان متساويان، يعني تنتمي إلى الحادثة الأولى إيه؟ وكمان مجموعهما 8، يعني تنتمي إلى الحادثة الثانية ب، يعني هنا يوجد عناصر مشتركة بين الحادثتين، وبالتالي فهي غير متنافية. رقم 2، إلقاء قطعة نقد مرة واحدة للحصول على شعار أو كتابة. لما أرمي قطعة النقد، مستحيل يظهر الشعار والكتابة في وقت واحد، وبالتالي فهي متنافية. رقم 3، اختيار عدد عشوائيا من 1 إلى 20 للحصول على عدد زوجي، 2 4 6 16 18 20، أو عدد، ده هنسميها إيه؟ أو عدد يقبل القسمة على 3 وليكن ب، زي 3 6 9 12 15. هنا يا شباب لو أخذنا العدد مثلا 12، ال 12 عدد زوجي،
ينتمي للايه؟ الاثناشر تقبل القسمة على ثلاثة تنتمي للبي، يعني يوجد عناصر مشتركة وبالتالي فهي غير متنافية. نشوف مثال آخر، سؤال تحقق صفحة 141، عدد يقبل قسمة على خمسة أو يقبل القسمة على عشرة، بالتأكيد في عناصر مشتركة منهم العشرة يبقى غير متنافية. عددين مجموعهم ستة أو مجموعهم سبعة، مستحيل يكون العددين مجموعهم ستة وفي نفس الوقت مجموعهم سبعة، يبقى متنافيتان. سؤال تأكد صفحة 146 تمرين الواجب، صفحة 146 رقم 7 و8 و9. تعالوا نشوف إزاي نحسب احتمال الحوادث المتنافية وغير المتنافية. احتمال الحوادث المتنافية، إذا كان الـ A والـ B حادثتان متنافيتان فإن احتمال وقوع الـ A أو الـ أو معناها اتحاد، فإن احتمال وقوع الـ A أو الـ B هو احتمال الـ A أو الـ B يساوي احتمال الأولى زائد احتمال الثانية. إذن احتمال الحوادث المتنافية يساوي مجموع احتمالاتها. نشوف عليها تمرين مثال صفحة 143، تحتوي مكتبة فهد على 10 كتب دينية و12 كتاب فيزياء و13 كتاب كيمياء، وبالتالي عدد عناصر فضاء العينة يساوي 10 زائد 12 زائد 13 يساوي 35. إذا اختار فهد كتاب، هيختار كتاب بشكل عشوائي، فما احتمال أن يكون كتاب دين أو كتاب فيزياء؟ هنا يا شباب هو هيختار كتاب واحد فقط، ممكن الكتاب يكون كتاب دين وفي نفس الوقت كتاب فيزياء؟ مستحيل، يبقى هنا حوادث متنافية، وبالتالي هيكون احتمال إيه؟ الرابط أو معناه اتحاد. البي يساوي احتمال الايه زائد احتمال البي يساوي الايه هو كتاب الدين، البي هو كتاب الفيزياء. احتمال ان الكتاب يكون كتاب دين يساوي عدد كتب الدين 10 على عدد عناصر فضاء العينة 35 زائد احتمال كتاب فيزياء يساوي عدد كتب الفيزياء 12 على عدد عناصر فضاء العينة 35، الجواب يساوي 22 على 35، وبكده حسبنا الاحتمال. نشوف سؤال ثاني، نفس الفكرة تقريبا، 142 سؤال تحقق، حله مع نفسك تدرب عليه. نشوف سؤال تحقق صفحة 142، رمي مكعبان مرقمان مرة واحدة
مع احتمال أن يظهر العدد نفسه على كل من الوجهين. نشوفها كده مع بعض يا شباب. نفس العدد يعني 1 و 2 و 2 3 3 4 و 4 5 و 5 6 و 6. 2 أن يكون مجموع العددين 9 اللي هي 6 و 3 و 4 و 5 5 و 4 3 و 6. هنا يا شباب لا يوجد بينهم عناصر مشتركة، وبالتالي فهي حوادث متنافية. عدد عناصر فضاء العينة NS يساوي 36، اللي هي 6 في الرمية الأولى ضرب 6 في الرمية الثانية. إذن لو سمينا الحادثة الأولى نفس العدد سميناها إيه؟ الحادثة الثانية سميناها بي. إذن احتمال إيه أو اتحاد البي يساوي احتمال الإيه زائد احتمال البي يساوي احتمال الإيه يساوي عدد عناصرها 1 2 3 4 5 6 على 36 زائد اللي هو فضاء العينة احتمال البي عدد عناصرها 1 2 3 4 على فضاء العينة 36 يساوي 5 على 18. وبكده عرفنا ازاي نحسب احتمالات الحوادث المتنافية. نشوف احتمالات الحوادث غير المتنافية. احتمال الحوادث غير المتنافية إذا كانت الـ A والـ B حادثتان غير متنافيتان فإن احتمال A أو B يساوي احتمال الأولى زائد احتمال الثانية ناقص احتمال التقاطع. نشوف تمرين. في الشكل المقابل إذا اختار فهد من الجدول لوحة عشوائيا ما احتمال أن تكون زيتية؟ هذه نسميها الحادثة A، أو طبيعية هذه نسميها الحادثة B. عدد عناصر فضاء العينة الـ NS يساوي مجموع عناصر الجدول 4 5 6 9 14 19 20 يساوي 30. مجموع الألوان الزيتية 1 زائد 3 زائد 2 يبقى مجموعهم 6. مجموع المناظر الطبيعية 5 زائد 3 8 زائد 2 10 يبقى المجموع يساوي 10. التقاطع هذا هو يساوي 3. إذن احتمال A اتحاد البي يساوي
احتمال الأولى زائد احتمال الثانية ناقص احتمال التقاطع يساوي احتمال لوحة زيتية يساوي عدد عناصرها اللي هو 6 على عدد عناصر فضاء العينة 30 زائد احتمال مناظر طبيعية عددها 10 على عدد عناصر فضاء العينة 30 ناقص التقاطع 3 على فضاء العينة 30 يساوي 19 يساوي 13 على 30 13 على 30 واضح؟ نشوف فقرة الثانية دي رقم 1 نشوف كده مع بعض رقم 2 مائية هذه هي المائية أو هندسية هذه الهندسية نشوف مع بعض المائية مجموعها 4 زائد 5 9 زائد 3 12 الحادثة A الهندسية مجموعها 3 زائد 2 5 6 زائد 5 11 نسميها B التقاطع 3 A تقاطع B إذن احتمال A أو اتحاد ال B يساوي احتمال الأولى زائد احتمال الثانية ناقص احتمال التقاطع يساوي احتمال الايه عدد عناصرها 12 على فضاء العينة 30 زائد احتمال البي 11 على فضاء العينة 30 ناقص التقاطع 3 على فضاء العينة 30 يساوي 2 على 3 كده أخذنا إزاي نحسب الحوادث غير المتنافية عندنا سؤال تحقق صفحة 146 نفس الفكرة سؤال تأكد صفحة 146 تمام نفسها الواجب صفحة 146 رقم 10 نشوف يا شباب آخر شيء الحوادث المتتامة احتمال الحادثة المتممة أي حادثة إيه يتممها حادثة يرمز لها بالرمز A شرط يعني حادثتان متتامتان يعني مجموع احتمالاتهم يساوي 1 يعني احتمال الحادثة زائد احتمال المتممة يساوي 1 لو روحنا المتممة عكس الإشارة يبقى احتمال الحادثة يساوي 1 ناقص احتمال المتممة لو روحنا الحادثة بعكس الإشارة يبقى احتمال المتممة يساوي 1 ناقص احتمال الحادثة نشوف عليها مثال
مثال صفحة 144. إذا كان احتمال الـ A 8 على 17 فوجد احتمال متممة الـ A. رقم واحد، احتمال متممة الـ A يساوي 1 ناقص احتمال الـ A يساوي 1 ناقص 8 على 17 يساوي 9 على 17. نشوف رقم 2، اشترك خالد في مسابقة ثقافية وطلب إليه سحب بطاقة عشوائياً من صندوق يحتوي 300 بطاقة، منها 20 بطاقة حمراء نسميها وليكن الحادثة A. ما احتمال عدم سحب بطاقة رابحة؟ يعملهم 20 بطاقة رابحة وليست حمراء. ما احتمال عدم سحب بطاقة رابحة؟ يعني عايزين احتمال المتممة. إذن احتمال المتممة 1 ناقص احتمال الحادثة يساوي 1 ناقص احتمال سحب بطاقة رابحة يساوي عدد البطاقات الرابحة 20 على عدد عناصر فضاء العينة 300. الجواب يساوي 14 على 15. نشوف تمرين آخر. سؤال تحقق صفحة 144. رقم واحد، إذا كان احتمال المتممة 3 على 7 فوجد احتمال الحادثة. احتمال الـ A يساوي 1 ناقص احتمال المتممة يساوي 1 ناقص المتممة 3 على 7 بتساوي 4 على 7. رقم 2، إذا كانت فرصة هطول الأمطار 70% نسميها الحادثة A. ما احتمال عدم، يبقى عايز المتممة، هطول الأمطار يبقى عايز احتمال متممة الـ A يساوي 1 ناقص احتمال الـ A يساوي 1 ناقص احتمال هطول الأمطار 70% يعني 70 على 100 تساوي 3 على 10. وبكده يا شباب يكون خلصنا الدرس الخامس وخلصنا الفصل الثالث من الكتاب الواجب صفحة 146 رقم 12 و13. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.